تستمر الأشواط والمنافسات شوط ويتلوه الآخر بهذه التحديات والإثارات الحاضرة مع هذا الميدان، ميدان البصير. وينطلق الشوط الخامس، مخصص هذا الشوط للحيل ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. الصدارة والمقدمة والمركز الأول والصدارة مع صوغة لزايد بن خميس بن عويضه المريخي هو الذي ينطلق مع الصدارة، هو مع المقدمة ثاني المراكز وثاني التحديات. تتقدم هنا السافلية أو هنا عدالة، نعم تتقدم مع المركز الثاني لعبد الله بن علي بن سعيد بن ملهي، عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهي المري هو الذي حاضر مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث وثالث التحديات الوصول من شقة هي الذي تتقدم مع المركز الثالث، علي بن جابر، علي بن صالح بن جابر آل معيان المري يقدم لنا شقة مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع ورابع التحديات الغدوم هنا من المتحدة لصالح بن حمد بن راشد آل بريص المري حاضر مع هذا الشعار الممتاز، خامس المراكز وخامس التحديات. أرى شعار العطية يتقدم مع مزنة خليفة بن علي بن حمد العطية حاضر مع هذا الانطلاق الممتاز. ها هي الخمس المراكز الأولى أيها المستمعين الأعزاء، نعود وإياكم إلى الصدارة وإلى صوغة. صوغة هي الذي تنطلق مع المقدمة ومع الصدارة، زايد بن خميس بن عويضه المريخي يتقدم مع الصدارة ومع المقدمة بهذا الانطلاق الممتاز. وهذا الأداء الممتاز وحاضر مع هذا الانطلاق المركز الثاني عدالة، عدالة تتقدم وتتسلل من الجانب الأيمن حاضرة مع هذا الشعار الممتاز. عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية المري ينطلق مع الصدارة ومع المقدمة بإنجازاتها وتواريخها الحافلة في أرضية هذا الميدان وفي الميدان الرئيسي. عدالة عدالة تعرف في جميع الميادين ويعرف هذا الشعار شعار بن ملهية الذي غادم هنا ويقدم لنا عدالة على الصدارة وعلى المقدمة. يا عدالة يا عدالة، أرى المتحدة بدت بالاقتراب وبدأ البريصي يقترب، بدأ يقترب مع المركز الثاني. المتحدة لصالح بن حمد بن راشد آل بريص المري يقدم لنا المتحدة مع المركز الثاني. المركز الثالث صوب غالي زايد بن خميس بن عويضه المريخي يقدم لنا صوغة مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع شقة تتقدم ويقدم لنا شقة علي بن جابر، علي بن صالح بن جابر آل معيان المري يقدم لنا شقة مع المركز الرابع وتتسلل بدورها إلى المركز الثالث. المركز الخامس الغزيل صالح بن حمد بن راي صالح بن حمد محمد أبو صلع المري يقدم لنا مع المركز الخامس. ها هي الخمس المراكز الأولى أيها المستمعين الأعزاء، نعود إلى عدالة، عدالة الذي تنطلق مع الصدارة ومع المقدمة. هنا عدالة تنطلق مع الصدارة ومع المقدمة، عدالة الحاضرة والمتقدمة مع هذا الأداء الممتاز مع هذا الانطلاق الممتاز. عدالة يا بن ملهي عدالة، ها هي عدالة تتربع على بساط الصدارة، تتربع على بساط المقدمة لتحضر بهذا الاسم الممتاز، بهذا الشعار الممتاز، بهذا الأداء
بهذا الأداء الفنان نعود إلى المركز الثاني لنرى هنا شقة بدأت بالاقتراب، يتقدم هنا الكريبي مع المركز الثاني علي بصالح بن جابر المعيال المري، يقدم لنا شقة مع ثاني المراكز ثالث المراكز وثالث التحديات. المتحدة تتقدم لصالح بن حمد بن راشد الفريص المري، أرى الوصول من الغزيل صالح بن حمد محمد ابو صلع المري. وصيفة هذا الشوط في المحلي السابع حاضرة مع هذا الاداء الممتاز. المركز الخامس وخامس التحديات ارى شعار بن ملهي ايضا حاضر مع المركز الخامس، او هنا شعار العطية. نعم هنا المركز الخامس مزنة خليفة بن علي بن حمد العطية، يقدم لنا انطلاق وتحدي مزنة مع المركز الخامس. نعم أرى بن ملهية وابو صلعة وأسماء قادمة من الخلف، شعار بن حفار وأيضا شعار عبد الرحمن بن يوسف وشعار المريخي حاضرة من الخلف، ولكن نعود إلى عدالة. عدالة مع الصدارة ومع المقدمة، عدالة مع الانطلاق الأول عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية المري، يقدم لنا انطلاق عدالة مع الصدارة ومع المقدمة بهذا الانطلاق الممتاز. المركز الثاني شقة تتقدم علي بن صالح بن جابر المعيان المري، غادم ويقدم لنا شقة حصل دخول وتسلل من الغزيل صالح بن حمد محمد ابو صلع المري حاضر مع الغزيل مع المركز الثالث، وهنا تغير من دور الى دور وتنتقل الى المركز الثاني. المركز الثالث المتحدة صالح بن حمد بن راشد الفريص المري، خامس المراكز السافلية محمد بن عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية يتقدم مع المركز الخامس، ولكن نعود إلى الصدارة. نعود، ماذا الذي حصل وجرى وطرى مع الصدارة ومع المقدمة؟ شعار بصلعة ينطلق مع الصدارة، شعار مطرى ومطران ينطلق مع الغزيل مع هذا الانطلاق الممتاز مع هذا الأداء الممتاز. الغزيل تنطلق مع الكيلو ونصف الكيلو صالح بن حمد بن محمد ابو صلع المري، يقدم لنا الغزيل بهذا الانطلاق الممتاز. المركز الثاني عدالة مع المركز الثاني لعبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية المري، يقدم لنا عدالة مع المركز الثاني. المركز الثالث شقة علي بن صالح بن جابر آلم عيان المري، يقدم لنا عدالة مع المركز، أو هنا يقدم لنا أيضا شقة مع المركز الثالث. لورا قادمة لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك. المتحدة حاضرة، شعار الفريصي حاضر، أيضا الوصول من شعار الفايزة عبد الله بن سعيد بن تخيل أبو صلع المري، ولكن نعود إلى الغزيل بو صلعة مع الصدارة، بو صلعة مع المقدمة، بو صلعة مع الصدارة، يتقدم بو صلعة مع الغزيل. شقة بن معيان، شقة الكريمي، شقة قادمة مع المركز الثاني. لورا يا بو صلعة، لورا قادمة، لورا يا ابو صلعة. العبد الملك قادم مع المركز الثاني، لورا ولكن لغزيل بو صلعة حاضر مع هذا الاداء الممتاز، حاضر مع هذا الفنان شعار بطلة ومطران يحضر مع هذا الشوط ليقدم لغزيل. سلام.
سلام لغزي سلام وسلام ايضا لصالح بن حمد بن محمد بوصل على المري على هذا الفوز والانتصار.